don't care about you. I know they probably doubt you. Yeah, they gon' take you to the top, but they gon' leave without you. Whoever I choose. علاقتها بوالدها وطيدة جدا. الرجل لا يتأخر في دعمها متى طلبت ذلك. وكان حلمها أن تصبح نجمة غناء في أمريكا وهي على ما يبدو في الطريق. راكيل جوردي أمريكية من أصول لبنانية، والداها استقر بأمريكا كمهاجرين منذ نحو ربع قرن، وقد لاحظ اهتمام المدارس بصوتها خصوصا في الأعياد الوطنية وعيد الاستقلال أساسا. صوتها جلب اهتمام النجوم العرب أيضا. راكيل جوردي فنانة أمريكية من أصول عربية، بدأت الغناء في سن مبكرة، تغني باللغة الإنجليزية في وطن وبلد به الكثير من المنافسة، لكن وسط هذا ككل فهي أيضا تحاول إيصال فنها إلى الجماهير العربية. نحن الآن في بيت راكيل جوردي وهي معنا الآن. أهلا بك في برنامج اليوم على الحرة. First of all, بداية السؤال الذي وجب أن نطرحه عليك هو: لماذا قررت أن تصبحي مغنية، وكيف قررت ذلك في الولايات المتحدة حيث التنافس كبيرا جدا؟ عندما كنت طفلة صغيرة كنت أقضي وقتا طويلا مع أختي التي دفعتني لأن أصبح مغنية. كنا نغني أغاني روضة الأطفال الفرنسية ونستمع إلى سبايس جيرلز، فانجذبت إلى الغناء وشعرت بالانجذاب والإدمان أيضا. كان أصدقائي يلعبون فيما كنت في الاستوديو أسجل، وطبعا بمساعدة عائلة الأمور لم تكن صعبة. أشعر أنني محظوظة بالحصول على دعم والدي. بالتأكيد الأمر صعب وتنافسي ولكني أحب ذلك. بدأت في سن 9، تلك سن مبكرة. نعم، ولكنني أحببت ذلك. أحد أصدقاء العائلة من ميريلاند وهو مغني للراب أقحمني في الغناء. أخذني إلى الاستوديو لأول مرة وكنت مرتاحة أمام الميكروفون وقتها. هل أنت تستهدفين الشهرة والنجاح في أمريكا أم في الدول العربية؟ بصراحة أنا أريد الشهرة في المنطقتين، ولكنني أبدأ بالولايات المتحدة لأنني أغني بالإنجليزية، وأنا الآن أتعلم العربية حيث أتمنى أن أوسع قاعدتي عالميا. ولكن الكثير من العرب يحبون الأغاني الأمريكية. بالطبع هناك الكثير من النجوم الأمريكيين يسافرون إلى الشرق الأوسط للغناء هناك، وأنا أريد القيام بذلك أيضا، وربما أمزج بين اللغتين لأن والدي يعلمني الآن اللغة العربية. بالمناسبة راكيل قامت بتسجيل عدد من الأغاني مع فنانين عرب مشهورين، نتابع واحدة منها الآن. كان هذا مقطع مما أدته الفنانة راكيل مع الفنان اللبناني المشهور هشام الحاج هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. ذلك الكليب جلب الكثير من المعجبين والمستمعين وكان ناجحا بشكل كبير. كيف كانت تلك التجربة بالنسبة إليك؟ كانت رائعة، لقد حدثت بسرعة وبصراحة لم أكن أتوقعها. حساباتي في المواقع الاجتماعية عرفت حركة كبيرة لفترة من الزمن. ما زلت مدينة لذلك، خصوصا وأني أسكن في أمريكا وليس في لبنان، وما زلت لا أشعر بأنني لي فيديو كليب عرف نجاحا كبيرا هناك. كونك ما زلت في مقتبل العمر وكأمريكية عربية، ألا ترين أن ثمة تحديات وعوائق ربما لبلوغ قمة النجومية؟
نعم، هناك العديد من العوائق، ولكن مثل ما قلت من قبل، أنا محظوظة لأن عائلتي تدعمني وأشعر أنني قادرة على النجاح. بالتأكيد ذلك يتطلب التعب لأنني مغنية مستقلة فأقوم بكل شيء بنفسي. أختي تساعدني أحياناً، ولكن عندما تحب شيئاً فإنك ستضع العراقيل جانباً. بالتأكيد سيكون الأمر صعباً مثل ما كان خلال 16 سنة الماضية. سألت ذلك السؤال لأنك ربما أنت من الأمريكيين العرب القليلين في عالم من الغناء الأمريكي المحترف. الأمر سيكون مثيراً وسأرى ماذا سيحدث بعد إكمال دراستي. أحب شاكيرا، كنت سأذكرها، هي من جذور لبنانية وكولومبية وهي الآن عالمية بالفعل، وهي تغني بلغات مختلفة. أنت تعيش هنا في واشنطن حيث الكثير من السياسة والسياسيين، ولكن طموحاتك وأهدافك مرتبطة بالفن والموسيقى، ألا تخططين للرحيل من هنا إلى الساحل الغربي مثلا؟ أرغب في الاستقرار بلوس أنجلوس بالتأكيد. الأمور صعبة هنا، خصوصا مثل ما قلت أن واشنطن هي مكان كان السياسة والناس يعملون في الحكومة، وأغلب الوقت الناس يسألونني عن عملي فأقول أنا مغنية، فيعتقدون أنها هواية فأقول إنها مهنتي. أعتقد أنني يجب أن أرحل إلى كاليفورنيا. لماذا عنوان أغنيتك أرض السكر؟ إنه عنوان يوحي بالحلاوة. حلو ولكنه مر قليلا أيضا. شوغرلاند هي إنتاج في عالم صناعة المنوعات، وهي تحكي عن هوليوود. هي رائعة للناظر ولكن بها الكثير من التحديات والمصاعب. هل أطلقتها؟ نعم، إنها موجودة في الإنترنت في مواقع عدة. And hold me fast, the magic spell you cast. This is La Vie en Rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see La Vie en Rose. ركيل تغني الكثير من الأغاني ذات الإحساس الكبير، ذات الثقل الفني الكبير، وليس الأغاني الخفيفة كما كنتم تتابعون. كان معكم خليل بن طويلة لبرنامج اليوم على الحرة في حوار شيق مع فنانة صاعدة اسمها ركيل جوردي. نتمنى أن يكون هذا اللقاء قد أعجبكم إلى حد كبير. إلى اللقاء.